مع حضور آخر لتشكيلي يحمل في جعبته ازدواجية تدعو للحيرة والإعجاب في آن. يمضي ميسر كامل مسكوناً بخيالات الفنان وتأملاته لوجوه الناس وما تحمله من تعابير وهواجس، ثم ما يلبث أن يجد نفسه وجهاً لوجه أمام معاناة وآلام هذه الوجوه في العيادة أو المستشفى بحكم عمله كطبيب جراح. لطيف الحي هون مكان معناك ساكن. ايه المساحات الخضراء هيك فضاء، الوان حتى الابنيه، الوان الابنيه جميله مع انه متعبه، يعني بتحس الوانها متعبه قديمه شوي. ايه فعل الزمن طبعا بحسها انا بتريح النفسيه اكثر. سجن مع هو اللون الازرق والابيض موجود بلوحاتك. ايه طبعا طبعا ايه اكيد، هو الواحد بدون ما يشعر الشيء اللي بيتخزن عنده بذاكرته البصرية بدي أعكسه. طفولتك الأولى كانت بالجزائر؟ صحيح. احنا طلعنا من المقنيطة في نفس 67، والوالد راح بضمن برنامج التعريب بالجزائر. كان مستقل جديد، وقعدنا بمنطقة وهران. كان أستاذ مدرسة. فكانت كلها لسه متأثرة بالطابع الفرنسي. كان فدرست ب او يعني من صغري، كان عمري 3 سنوات للسبع سنوات بقيت بمدرسه اللي فيها بدرسوا هن رهبات فرنسيات وايطاليات. فالجو هداك اثر فيني، اثر جدا. كنت انا بهديك الفتره متعلق كثير بموضوع الرسم، موضوع فكثير شجعوني، اكتشفوا موهبتك من هداك الوقت تماما، وعطوني فرصه كبيره وشجعوني. تم هيك المرأة تلعب دور بحياتك بنشوف. ايه طبعا، يعني من يعني دراستك الأولى. صحيح. من الطفولة الأولى وأنا محاط بالمرأة، بعنايتها، بحنانها، بجمالها، بإنسانيتها، دائما كنت أحس. كمان كان هيك في مساحات خضراء بالمكان طبعا اللي كنت فيه، المنطقة اللي كنا فيها. تخيل حتى الشوارع مزينة بأشجار مثمرة، برتقال وغيره. يعني كيف ما طلعت في مساحات خضراء لسه ممكن هيك تستفاد من هذيك الذخيره. اكيد خلص، هذا اللي بتخزنه بطفولتك الاولى لا يمكن يفارقك. بعد ما ترجع على سوريا برحلتك الجزائر لساتك بتكون طفل. صحيح. شو قصه الضعيف بالمدرسه؟ بالرسم. بالرسم. فانا كان والدي يدرس بنفس المدرسه الابتدائيه اللي انا اجيت عليها. وكنت من الاوائل، متفوق جدا. بالمحصله حاطين لي بكل شيء ممتاز الا بالرسم ضعيف. بالرسم اي. فانا ما تحملني علي رغم كنت طفل صغير. رحت على الاداره، انا بحتاج على هالشيء. احتجيت على الضعيف. فمدرس تبع الصف تبعنا قال والله مشان ما يقولوا انه ابوه استاذ بالمدرسه واخذ بكل شيء ممتاز. نقينا ماده مو مهمه، لا انه حطني بكل شيء ضعيف الا بالرسم. انا يعني كنت الطفل اللي حطوا لك ضعيف بكل المواد الا بالرسم. انا رسام ورسمي قال لي بايدك حق وتراجع عن رجعوا شافوا الشيء اللي عامله بالرسم. هاي القصه. تمام. بعد هي الفتره، يعني فتره طفولتك بتاثر بحياتك، مرحله الطلائع بعدين الشبيبه بنشوف بتاثر حتى بموهبتك. يعني قديش كان هالمنظمتين كان لهم فضل بانه انت تستمر بهالموهبه. هلا انا لحقت الشبيبه. الطلائع لما بدات، نحن كنا بدانا بالمرحله الاعداديه. بس كمنظمات حتى يعني الطلائع كنا في تعاون بين الشبيبه من الطلائع كثير فادتنا. قدموا امكانيات كبيره. اهتموا بمواهبنا بشكل، يعني انا شاركت بمعظم المعارض اللي كانت تعملها منظمه اتحاد شبيبه. وحتى خارج فرع القنيطره، يعني مو بس، حتى على مستوى فروع سوريا. المهرجان الشبيبي المدرسي شاركنا واخذ جائزه مره.
على معرض عملته، فكتير كان له أهمية كتير. تطلع هيك تتجول بهي الساحات بهي الحدايا؟ ايه ايه اكيد، يعني امرار بيكون لصفاء الجو، امرار بالعكس لانه معكر وماطر وهي بطلع. بحب يعني امشي بهيك اجواء اثر فيني كثير. عصافير اصواتها، يعني انا بحس اني بنزل لتحت شوي مع بسمع صوت عصافير هون من الصبح بفيقونا العصافير، يعني جميل كثير. طيور في تحس بالامان هالمكان هذا الحي اللي متكئ على كتف قاسيون، يعني تحس مكان حميمي جدا هالمكان. رغم البيوت يمكن صغيره من الداخل صغيرة، لكن بس دافئة. فيها حنيه، فيها دفء، فيها حنية. الحي كله أنا بحسه هيك، بحسه حنون دافي. كمان المساحات الخضراء يعني بتفتح مجال تسمع ضحكات الأطفال، مو بس العصافير، كمان الأطفال هن عصافير. صحيح، تلاقيهم عم يلعبوا، تلاقيهم عم يهربوا. في حدائق بنسبة كبيرة بالمنطقة هون، في ألعاب أطفال، في بتحس الأطفال حتى عندهم شعور بالأمان، بتجولوا هون. الحي كتير يعني ودود تجاه بعض، الوان تبع الورود بتدقق، بتشوف بالحدائق اصفر وابيض واحمر، يعني هذا ملفت. هلا بجوز هالبقعة ما شفت انت هالشي، بس لتحت بين الحارات تتفاجأ. حتى خبازة والهي معبية في طبيعة تقريبا، هي بنية المنطقة. يمكن كانت هون مكان يعني جبل، وكان جبل، كان جبل. أنا متذكره كنا ساكنين بالمساكن تحت، صف تاسع كنت أجي أنا ورفقاتي ندرس هون. منطقة هيك مساحة بين الأخضر والعادي، هي جميلة. زحمة المشاهد اليومية بتنعكس مباشرة على اللوحة ولا بتاخذ وقت؟ غالبا بتاخذ وقت، لأنها مثل اللي بتختمر شو. يعني أنا بالشارع بشوف هالوجوه، شو يمكن مو وجه واحد اللي أثر ولا حالة عامة تختلف عن الحالة الخاصة اللي بشوفها بعياتي. المريض هو شخص نمطي، يعني متألم، يشكو، عنده أمل. أما اللي بالشارع بتشوف حالات كتير، بين فرح كبير وبين حزن وبين شرود وبين يعني وبين ألم. عينك كطبيب هي الغالبة، يعني إنه بتشوف بالشارع بيكون عينك كطبيب هي اللي بتغلب طبعا، يعني ولا عينك كفنان له تأثير. يعني أنا بالنسبة لي على مشاهداتي المتكررة واحتكاكي مع الناس بحكم مهنتي، فأصبح عندي الوجه حركة الشخص مشيته بتعني لي شيء، بتنعكس بعمل. أحيانا يكون عمل كتير مختصر ولكن يحمل حالة واسعة من الشعور، فما كل شخص شكل. ولربما يصعب التصديق أن هذه الأصابع التي اعتادت القبض على مشرط الجراح بكل انضباط وحذر هي نفسها هذه الأصابع وهي تمتطي الآن صهوة الفرشاة بخفة في مضمار اللوحة وعلى حواجز الألوان. كيف عم تقدر توازن بين عملك كطبيب وعملك وشغفك بالفن وشغفك بالرسم؟
كطبيب هي مهنة مثل كل المهن، شيء مكتسب. أما الفن أو الرسم فهو شيء يعني ما وراء طبيعي، يعني شيء خلق معي. وإن كنت ما بغلب شيء على شيء، مهنتي مخلص لها وبشتغل فيها بكل اهتمام، ولكن موضوع الفن هو حياتي، هو الشيء اللي بحس حالي فيه، بحس أني أنا عم بعمل شيء أكثر من مجرد مهنة. أما كطبيب فهي بس بوافق بيناتهم، ما بخلي شيء يطغى على شيء، ما بخلي عملي ما بقصر فيه الحمد لله. ولكن كمان للفن له كتير اهتمام ووقت. يعني غريبة هي الازدواجية ولا ممكن بتصير؟ يعني ممكنة لو لاحظت، فكتير من الأطباء أغلبهم في منهم شعراء وفي منهم موسيقيين وفي منهم رسامين، حالة الشدة اللي بنعيشها بعملنا كأطباء، حالة الاحتكاك مع الألم ومع الوجع ومع هذا، بدك يعني استراحة، بدك تريح من هالضغط هذا. فغالبا وجود موهبة أو هواية عند الطبيب هي حالة توازن أو حالة صحية. يعني بنروح من نفهم من كلامك أنه ممكن تكون اللوحة هي استراحة لك كطبيب. يعني العمل الجراحي نحن نشوف منضبط وبده دقة وبده تركيز، أما اللوحة فبتبدع فيها أو بتروح فيها لمساحات أبعد. صحيح، العمل الطبي فيه ضوابط كتير، رغم أنه كمان فيه إبداع، يعني خاصة بالجراحة، يعني أنت في عندك مساحة مرونة بالعمل، بس العمل الفني لا، بيعطيك راحة أكثر، وإن كان أحيانا بحالة أنت ما بتكون فيها كتير مسترخي حتى وأنت عم تعمل لوحة، ممكن تكون مستفز، ممكن تكون مضغوط نفسيا، ممكن، ولكن انت حر، يعني انت عم تعمل بقوانينك انت والضوابط اللي انت يعني بتشتغل عليها. بتشعر بالفرق لما بتكون انت عم ترسم بين وجودك بغرفة الانعاش وبين وجودك مباشرة على اللوحة وقاعد عم تشتغل بريشتك؟ طبعا في فرق طبعا، يعني لما بكون انا مثلا اشتغلت عمليه، فانا بحاله اني عم بستنى هالمريض هذا يصحى، هالمريض هذا اطمئن عليه. لوحه احيانا ما فيك تطمئن، ما بتعرف انت بتخلص، انت ما بتنهيها بقرار، لذلك انت بكل مره قدام اللوحه وكانك عم تستناها انه خلص فائت. نفس القلق بيساورك كنت على اللوحه وممكن بالعمليه؟ ممكن نفس القلق، واكثر احيانا باللوحه. هو انت انسان قلق بشكل بالضبط، يعني انا بشعر اني هي، ولكن مثل ما عم اقول لك بالنسبه لحاله المريض، فانت في شيء واضح قدامك انه خلص استقر وضعه، وانك انت ارتحت ولبست ملابس الخروج وطلعت من العمليات. واضح انك عم تنقل دائما مشاعرك وبالاحداث واحساسك بالاحداث من خلال المراه، في سر وراء هالشيء ولا هي صدفه؟ لا، مو صدفه، المراه لها اثر كبير بحياتي، يعني بدءا من والدتي امي وانتهاء بكل نساء العالم، النساء الجميلات، النساء اللي بشوف الحياة من خلالهم، يعني كل شيء فيه جمال هو فيك تشوفه من خلال المرأة، وحتى المعاناة يمكن يشوفها، حتى المعاناة بتلاقي انه المرأة هي اللي بتقدر تعطيك صورة الفرح والمعاناة والألم وكل شيء جميل انا بشوفه من خلال المرأة هي الحياة. حاولت مرة في مرة ما أنك تطلع من هذا الأسلوب، أنك دائما تنقل الأحداث من خلال المرأة؟ لا طبعا، أنا في لوحات تقتضي أنك يكون في شريك هالمرأة موجود باللوحة، ممكن يعني شريك المرأة يكون رجل أصدق رجل أم واقع معين، واقع معين. يعني المرأة ما هي دائما بلوحتي كبورتري، يعني لا، في قصة، فممكن يكون موجود عنا عنصر ثاني من المخلوقات او من الاشياء الجامده، ولكن تخدم العمل، وان كانت المراه هي الجوهر تبع العمل. تعتقد انه المراه بهي الفتره عم يقع عليها العبء الاكبر من المعاناه؟ اكيد اكيد، لذلك لوحتك دائما هي حتى معاناه لوحتك عم تمثلها مراه. صحيح صحيح، يعني ما في أكثر من العبء اللي حاملته مرأة مجتمعنا، يعني إذا نحن قد ما شعرنا فيها وقد ما حاولنا أنه نخفف عنها فهو بيبقى قليل. حتى يمكن المريض لما بيدخل على غرفة العناية المشددة أو على الجراحة، على تجريره جراحة، بيكون مرافقينه أغلبهم النساء، طبعا أمه، طبعا أخته، بنته، طبعا طبعا. نعم،
فلذلك بتقرا المعاناه على وجوههم اكثر ما بتقراها على المريض نفسه. صحيح صحيح تماما. يعني بعياتي بلاحظ ملاحظه كثير في نساء بيجوا لحالهم، بس لما يكون الرجل مريض بتجي زوجته معه، او الشاب مريض بتجي امه معه. نعم. ملاحظه حتى اخته احيانا رفيقته بتلاقي حامله همه، فهذا بياثر فيني. بياثر فيك، بياثر حتى فيني على نقل هي. تماما. نعم. بياثر. نعم. عم شوف انه عندك انتاج غزير، او بالفتره الاخيره صار عندك انتاج غزير. عندك وقت؟ عم تلاقي وقت؟ عم توازن بين شغلك كطبيب وعملك وشغفك ورسمك وانجازك باللوحات؟ الوقت اللي بده فيه. في وقت. في يعني انا لا يعني مو ضروري اني احط برنامج انه هلا من الساعه كذا للساعه كذا بدي ارسم. احيانا 5 الصبح انا في بحس حالي اني جاي على بالي ارسم. هذا الوقت اللي هو لسه ممكن يكون الواحد نايم فيه، انا بلش نهارك بالرسم ممكن، او احيانا المساء قبل ما انام بحس انه وقت ضائع اني نام ما دام انا بقدر اعمل شيء، ممكن ارسم، ممكن اقرا، ممكن. ففي وقت للرسم، في وقت، وبيعطيك يمكن استرخاء بتسترخي. اكيد اكيد، وخاصه اني عندي شغف للرسم، يعني انا كوني لهلا بعتبر حالي هاوي، فلذلك انا برسم بحب شديد. ما هي وظيفه وما هي مهنه حتى اني كنا في وقت وفي ما بشعر بملل ابدا. تشعر انك هاوي فقط لانه ما رحت تخرجت اكاديميا من الفنون التشكيليه؟ هلا مو بس هذا السبب، لاني انا عندي حاله اني بحب اتعلم دائما. أمتع الفنانين السوريين والفنانين العالميين بحبهم، بحب شغلهم. فدائما بحس حالي اني بحاله تعلم. انا ما بقول اني مثلا وصلت، لانه اللي بيقول وصل معناتها هو كمان يعني خلص انتهى. انا لا، للامانه هناك شهادات جيده جدا يعني بعملك وبشغلك وباسلوبك. في تشجيع وفي اهتمام من زملاء اللي هن اساتذه واللي هن فنانين اكاديميين، بس انا بحب اني اقول دائما اني هاوي ورح ابقى هاوي. على الاقل انا حر بعملي، حر يعني اي سقطه اي خطا معين فهو بيحمل التصحيح، بيحمل التجديد بالنسبه لي انا يعني، وبالنسبه للي بيتلقوا يعني. ايهما اقرب الى روح ميسر كامل، يعني العمل الفني ام العمل الطبي؟ وكلاهما عمل انساني. صحيح. هلا الى روح، فمعناتها احنا راح نقول انه العمل الفني الى روح، لانه اما كمهنه فانا بحب مهنتي جدا يعني، اخترت عن رغبه وعن اراده وهي، ولكن لما يكون الشيء بخص روحي ومشاعري واحاسيسي فانا اكيد بميل للفن. يعني اليوم اذا يعني لقيت حالك انه انا بدي اختار واحد من العملين، ايه بختار الفن. لسبب انا الحمد لله بي كطبيب اشتغلت ونجحت، وما عندي اي يعني مشكله بانه اذا اجى وقت تتقاعد من العمل. أيوة. الطبي. اما بالفن لا، انا لاخر لحظه بعمري اكيد بدي ضل عم برسم. فقط في عيادة الطبيب ميسر كامل يمكنك أن تشاهد أعمالاً لفنانين آخرين تغطي أبيض جدرانها الرتيب، ما يوحي بكم التواضع والامتنان عند هذا الرجل الطيب، بينما تزدحم إحدى الزوايا بنساء لوحاته المتشحات بالوجوم بفعل الحيرة والترقب لحال عزيز يتضور ألماً، قد يكون أباً أو أخاً أو ابناً أو زوجاً أو حتى حبيب. هل حدث أن تفاعلت مع عمل جراحي كلوحة أو بالعكس
تعاملت مع لوحة كعمل جراحي؟ بيحصل كتير، بيحصل أني أنا أحياناً لحل معضلة بلوحة ممكن أني أتخيل أنه قدامي في حالة سريرية صعبة في مريض، وبحاول حل هالمشكلة هي، إن كان قدام مثلاً تكنيك معين، قدام عقدة معينة بالعمل اللي عم بشتغله كلوحة. بالمقابل أنا كل مرضاي بحبهم، أنا مريض لما بكون عم بعمل له عملية فأنا بيهمني طلع على وشه هو مخدر حتى أحس بأنه إذا عم يحس بألم حتى وهو مخدر، بحب أنه جرحه يكون ناعم، يكون جرحه جميل، ما يكون مثلا مشوه، بخاف عليه إذا كان صار فيه نزيف، يعني بتفاعل معه دائما كأنه هو أكثر من مجرد مريض مخدر وعم يشتغل. يعني تملك كل هالأحاسيس المرهفة، كيف تطاوعك يدك أو قلبك لتشق جسد بني آدم لتجري له عمل جراحي؟ يعني غريبة. ما هو لمين بنعمل عمل جراحي؟ للإنسان اللي أصلا عنده مشكلة، فأنا لما عم بشتغل له هالعملية هي ما بكون عم بأسى عليه. بس بدها قسوة، يعني اليوم لحتى تفتح جرح في جسد بني آدم بدها قسوة. هو هي الحالة، التناقض هذا، أنا أدران أني أعمله هو توافق. يعني أنا من يمكن أول ما سجلت كلية الطب كانت مشكلتي هي مع درس التشريح. نعم. فأول يوم أنا شفت قدامي هالجثة اللي عم شرحها كانت صعبة بالنسبة لي، بعدين تجاوزتها. فكيف أنا مع مريض حي وعايش وهي، فأنا بقدر أني يكون عم بشتغل ما بعتبرها قسوة، بالعكس هي حنية، هي محبة للمريض، بتخدمه انت، تنبسط لما يفيق ولما انك يسلموا ايديك، لما تقول له نجحت عمليتك، فهي حنية ومحبة. محبة هي يعني ممكن أكيد. انك تقسى شوي على على المريض حتى فعلا صحيح. يتحسن وحتى يكون في شيء نتائج ايجابية لصالحه ولصحته. توقفت لفترة عن العمل، حدث شيء في عيادتك، يمكن زارك أحد الفنانين. صحيح. كان هو يعني حكينا هاي الحادثة كثير أثرت أعتقد بمسار عملك. صحيح. هلأ بعد ما تخرجت من الكلية ومن الاختصاص شغلت بموضوع العمل الطبي لأنه تأسيس كنت عم أسس تأسس أيوة بمرحلة. وكنت يعني حتى أنه مكون أسرة جديد، فعندي كثير التزامات وارتباطات خلتني ابعد شوي عن الفن التشكيلي. لحدث اني كنت في عيادتي بزورني شخص جميل رائع مريض، فعم بساله شو بتشتغل حضرتك؟ فقال لي انا فنان تشكيلي. انا بهديك اللحظه وحسيت اني عم اجى حدا من السماء لعندي، اجى ملاك، اجى هو الفنان اسماعيل نصره حبيبي الرائع جدا. ايه حبيب قلبي. فأنا قمت بوسته، استغرب هو، قلت له أنا كثير بحب الفنانين التشكيليين، أنا بقدسهم، أنا يعني وما حصل إني احتكيت معهم يعني عن قرب، فأنت أول شخص فنان تشكيلي حقيقي تمثل قدامي ومعروف. فكان هذا فرصة إنه نصير أنا وياه أصدقاء كثير، وأنا دائما بشوفه بزوره. فهو لما بده يعرف ليش هالحكي، فقلت له إني أنا كنت أرسم وهاي وانقطعت، قال لي ما لازم تنقطع. صرت زوره على مرسل شاف أعمالك صار يشوف، فشجعني كتير وأصر أني أنا أرجع أرسم، وهاي كانت خطوة مهمة جدا أني رجعت للرسم، وهذا جاء لصالح الفن التشكيلي. أنا بعتقد يعني لما انتقلت للمعارض الاحترافية، بعيدا عن المعارض اللي كنت تشارك فيها اللي معارض الهواة في الشبيبة وفي الفترات الأولى، وجودك بالمعارض يعني بينقلك لمرحلة جديدة اللي هي تواجه فيها النقاد، تواجه فيها جمهور، لذلك ما عاد في مجال انك ترسم فقط لنفسك. قديش هاي الفترة قديش انت تغير مسار عملك بعد ما صرت تشارك بالمعارض؟ صحيح. في البداية انا كنت خايف، يعني من يعني زملاء الفنانين اللي كانوا يعملوا معارض او معارض مشتركة هي غالبا، فشجعوني اني شارك. فوقت اللي شاركت كنت يعني مثل التلميذ اللي مقدم امتحانه وعم استنى علامته وعم استنى، فكان حلو انه ينقل لي جيد، يعني انبسطت. ومن فنانين تشكيليين معروفين فلما قالوا لي انت شغلك حلو، انت لازم تضل عم تشارك وتستمر، هذا الشيء صحيح حملني مسؤوليه اني انا لازم اقدم شيء جيد وشيء جميل. ايه واستمريت
الحمد لله. صار في مسؤولية أكثر وأنت عم ترسم، تحس تشعر بمسؤولية أكبر يعني؟ يعني لحد ولا الفنان لا متحرر من هي من هي إنه فينا حدا بدي يشوفني أو في حدا بدي ينقذني؟ هلا أنا كشخص دائما بحب الكمال بالشيء، بحب يعني يكون الشيء جميل اللي عم تساوي أو يعني صح. فهون زاد شوي اهتمامي بهالنقطة هاي، لكن بقيت أنا حر في 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 تقديم العمل اللي بقدمه، لأنه بالنتيجة كل رسام هو بيقدم صورته وأفكاره وهاي، وعاد المتلقي هو اللي بيقول إنها جيدة أو مو جيدة. وإنما بشكل عام ما في عمل تشكيلي سيء أو مو جميل أو هاي، وبتتفاوت يعني الأمور. صدف ورحت لعند أحد الفنانين أو حاولت تحتك بالفنانين لتتعلم منه، صار هيك شيء؟ هلا ما مرقت مرحلة إني أتعلم من حدا، يعني إني أدرس عند حدا أو شيء، لأنه ما عاد الوقت يسمح. أما أنا بتابع، بشوف أعمال الفنانين الكبار، بقرأ في كتير مقالات فنية، في نقد فني بتابعها بلغات مو بس العربية يعني، حتى بقرأها فبعتبره تثقيف ذاتي. وما عندي يعني مشكلة إذا بسأل حدا من الفنانين الكبار إنه أو زملائنا يعني إنه إن كلهم جيدين هاي، إنه كيف بنعمل هيك كيف بنسوي، ما عندي مشكلة. طيب شغفك يعني بالفن بياخدك لأنك تروح تدور على أي شيء جديد بعالم الفن أو عالم الفن التشكيلي، طيب بالطب نفس الشيء ولا لا؟ إيه أكيد، إحنا بالطب في عنا لأنه كوميا في تطورات في تحصل بعالم في الطب، في عنا مؤتمرات، في عنا لنقول مثلا مقالات تحديث لمعلومات، هذا منتابعه نحن. هلا خفت شوي موضوع المؤتمرات بسبب الاوضاع البلد، قصد تتابعه بنفس الشغف يعني كل يوم شوف في جديد باختصاصك. اللي بده يكون مخلص لعمله بده يتابع شو ما كان بيشتغل، فبمهنتي انا بدي اتابع نوعا ما. يعني وجودك كفنان يعني شبه او محترف خلينا نقول، لما صرت تشارك بمعارض خلاك تعتمد بمعيشتك على اللوحة، ولا لساتك تعتمد على معيشتك اليومية على الطب؟ أنا بالنسبة لي كمهنة الطب يعني هو المصدر اللي نقول المعيشة تبعي. انباعت لوحات لي، في اقتنت حتى برات سوريا، يعني في أعمال اللي راحت لكندا أو لألمانيا، هذا فرحني يعني، هذا أسعدني مو بمعنى قديش جاب لي مبلغ، يعتبر نجاح. ايوة انا هاي ساعاتي كانت لما يصوروا لي هالعمل هذا ببيتهم برا، كان او حتى بسوريا في تم اقتناء كمان اعمال لي، فهذا عمل لي سعادة. اعتبرته انه يعني وصول نجاح يعني. نعم. اجتماعيا يعني علاقاتك بالوسط الفني اكبر ام علاقاتك بالوسط الطبي اكبر؟ بالوسط الفني صراحة يعني في بالوسط الطبي تنافسية، في شوية يعني هيك جفا بين الأطباء، ما هو هالجو اللي يعني ما بيحضر النقاش، ما كتير يعني. وأنا من النوع اللي بحب لما أكون قاعد مع رفقاتي يكون حديثنا خارج العمل، أو علاقة يعني مصلحية بين الأطباء أكثر ما هي علاقة أما صحيح. علاقة مختلفة بين بين أما ما بتقعد مع فنان تشكيلي إلا بتكتشف شيء جميل، نعم بتحس بشيء حلو يعني دائما بالمرحبة تبعه في شيء حلو. الفنان التشكيلي بشكل عام، زملائي ورفقاتي الفنانين كتير كتير رائعين، وبحبهم بشكل بحب أقعد معهم، بحب علاقتي فيهم أقوى يعني، تواصلي حتى إن كان بالاتصال إن كان بالوسائل التواصل هي مع الفنانين أكثر. بتشوف إنك حاضر أكثر مع الفنانين؟ هو هيك يعني اللي عم يصير، تفرح أكثر يعني؟ إيه الحقيقة هيك عم يصير يعني، وخاصة إنه أنا بالمهنة لي سنوات طويلة. تمام. فأجت حالة إني أنا أكون بجو تبع الفنانين التشكيليين، فريحني شوي، عملني استراحة من هالأعباء اللي تفرضها المهنة يعني. وبرجع بقول لك الفنانين تبعاتنا تبع سوريا رائعين، أنا كلهم حب. أنت بتحبهم كثير. كلهم جميلين، كلهم حبهم رائعين. ومثل ما خبرتك للأمانة في شهادات كثير بحضرتك وبعملك وبشغلك. دكتور أنا بدي أشكر حضورك، حضورك إن كنت كطبيب وحضورك كفنان،
وحتى هذا الحضور المزدوج يعني اضفى على شخصيتك شيء من 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 ما بدنا نقول الغرابه ولكن الشيء الجميل. شكرا شكرا كثير.